هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. عيوني تفضل على الجهة هاي. أمتع. راح نجهز البانكيت بس لما نخلص التحدي تبعنا حتكون جاهزة معنا وأمورنا 100%. بدنا نطلب من ليون طقس العرب إنه يشرفنا يجي علينا. لا أنت بدك تيجي هون مش هون. تفضل تفضل هون هون. أيوة ليون طقس العرب نادر أو بجزء ما حداش غلبه. ألعب واحد بالمنطقة. كيف أنت والبينج بونج؟ صفر صفر. طيب بدنا نسألك أسئلة. هاي الأسئلة لما نسألك إياها فيه ممكن أنت تنحرج إنك تجاوبها. ما بنحرج. أوكي ما بنحرج. معك باس؟ ما عنديش. بديش باسات. خلينا جواني. لا هو في أسئلة مين جد ممكن تسأل. أوكي زي ما بدك استخدم اللي عندك. باسين تستخدمهم. أوكي استخدمهم احتياطا احتياطا عرفش فيه. باس عادي وباس ما راح يخسرك أو راح يخسرك نقطة. باس ما راح يخسرك نقطة وباس راح يخسرك نقطة. أوكي. جاهزين؟ تمام تمام؟ جاهزين. هنعد 3-2-1 بس لازم تلعب وتجاوبني. وأنا بلعب أجاوب. تلعب وتجاوبني بالضبط. طب مركب مش محمي. طيب يلا بالضبط متفقين احنا؟ أوكي يلا 3-2-1-GO. يلا مصيب كيف حالك؟ الحمد لله تمام. شو أخبارك؟ عسل إن شاء الله بخير. تمام ممتاز. كل الامور 100% ممتازه كلها تمام. طيب هل تعتبر نفسك مؤثر بالسوشيال ميديا؟ ممكن في الاكل شوي. ممكن ايه في الاكل شوي. مؤثر بالاكل يعني مؤثر بالاكل كيف؟ هاي في عندنا طابات ثانيه مش مشكله تشغلش بالك في الطابه. مؤثر كيف بالاكل يعني؟ عندي ولا عندك يعني؟ كنت مصور. هاي انا عندي هون عندك يعني لك مقدمه. مدمن اكل ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مقدم برنامج شهواني دارس جرافيك ديزاين بحب الاكل اكثر شيء بحب الطبخ وبحب يجرب يعمل بحب يلف ورق دوالي ويحفر كوسه ويعمل كبه يعني عنده اهتمامات غريبه شوي. يس يا اخي في كثير ناس اهم منك في قطاع الاكل في السوشيال ميديا. طبعا كيف تعتبر حالك مؤثر بالاكل يعني؟ الى حد ما بالاكل في الريجن حوالينا. يعني طالع تعمل للناس اكل شهونهم عشان تنشهر؟ لا عشان هسه اللي احكي بشكل عام انا شغلي في البرودكشن بس عندي هوايه اكل. حلو. فدمجت الهاي مع هاي عرفت كيف؟ تمام. فطلعت هوايتي مع الشغل نفسه فطلع شيء حلو. ممتاز. فالناس تاثروا كثير اكلات يعني مثلا في اكلات مثلا زي الصاديه ما كانت كثير معروفه بعدين انتشرت بعدين في ناس مثلا كانوا يعملوا اكلات بطريقه معينه تطلع افكار. حلو تسمع افكار صار يعملوها في مطاعم فتحت استغلوا الاسم مثلا عملوه على اسم البرنامج. هاي هي نقطه استغلوا اسم البرنامج مثلا في مطاعمين فتحوا ثلاثه بنفس الاسم فدليل انه يعني الاشي اثر. مين ساعدك من الناس لتوصل شهرتك في مجال شهوه الناس؟ يعني انت بتنطط تحكي عن حالك شيف يعني انا شفت راح الانستغرام انك شيف جد؟ والله ما بعرف مش كثير انا كاتب شيف او محطوط الكاتيجوري تبعتك انك شيف بتعمل اكل. ممكن انستغرام بتستعمل ستوريز مش كثير بوستات. مش كثير بوستات نو بس يعني يعني شيف شيف بالخبره. هذا اكونت النقطه الثاني. اوكي هذا اكونت الثاني قبل كان فيه اكثر يمكن حرام بس راح بس يعني خلينا نحكي شيف بخبره يعني هيك بس مش 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 كدراسه بس الحمد لله عندي نولج. بضحك وانت معجوق في وبشتغل وبشتغل كان ترى بتعرف بشتغل في قطاع الاكل. تمام. في مطاعم في مصانع خليني احكي كمان نقطه في مصانع بشتغل معهم كونسلتنج كمان. قد كان وزنك وقد ايه صار؟ كان وزني 205. 205 يس 205. راح اجيب الشباب صوره هلا من قصي بعث لي اياها عشان نحطها وتشوفوها كيف كان قصي وقت ما كان وزنه 205 كيلو. كم اقل وزن وصلت له؟ اقل وزن وصلت له 85. 85 85 80. شو اللي خلاك تنحف صحتك ولا شكلك ولا؟ والله صراحه كنت زمان اصحى من النوم مثلا مش قادر اوقف كل ركبي بيوجعوني كثير وصحه تعب تعب ما قصيت معدتك؟ لا 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 اكل عادي اكل عادي بس دايت عملت دايت عادي وهو تصبر اول شهر صعب. ليه ما كملت ببرنامج شهواني؟ خلصت الافكار عندك؟ لا كملت شغالين انا هسه تصوير اصلا مروح انه في موسم جديد يعني طبعا بس السنه الماضيه عشان كورونا. انت عملت موسمين ووقفت بعدين؟ لا اربع مواسم. اربع مواسم الاعداد عندهم مشكله عندكم
اذا بتكسر اسئله محرجه بدي اجاوب اجوبه محرجه. عندكم مشكله في الاعداد لانه في اربع مواسم بس السنه الماضيه السنه الماضيه ما صورنا لانه كان في عملت دعايات لشركات ثانيه بس انه كان في كورونا مش مجال نشتغل. اسم شخص مشهور لا يستحق مكانه في مجال الطبخ والاكل. ما بقدر احكي عشان موضوع القانونية. لو مش قانونيا كان ممكن تحكي؟ طبعا. جد؟ طبعا. طب انت من النوع اللي بس تشوف هذا الشخص ممكن تقول له انت غير اللي انت بتعمله؟ لا لهالدرجة؟ لا ما ليش دخل فيه. ما لك دخل فيه. لانه بلاش الاقي هوايته بمكان وانا فت وش افيده سيدي. طب الطبخ صارت مجرد موضة عشان الناس تنشهر ويلا انا بعمل اكلات زاكي وهيك؟ سنة نهاية 2021 كثير ناس راحوا على الطبخ دليل انه بلشوا بشيء غلط ونزنقوا راح كملوا قال لك يلا طبخ. نفس الهاي انت بتعرف شغله في اسماء ناس اسالها يا اخي مربح ماديا لهالدرجه شيء؟ حسب انت ايش وكيف وين جمهورك وايش تعمل قاعد احيانا ممكن تدني على ناس يعني ناس تنخدع فيك شوي بعدين لا هذا لا ولا شيء. طيب العب يس. المهم ليه لحد الان ما موهبتك بالطبيخ استغليتها ماديا وعملت مطعم بما انه انت وانا من الناس اللي دايق اكلك دايق اكل والدتك الله يخلي لك اياها يخليك يا رب قادر انك تعمل شيء ينافس وبقوه وجد يكون له عائد مادي منيح. شو اللي مانعك لحد الان تفتح بزنس اكل؟ انا بشتغل اصلا ماديا استفدت الحمد لله منيح بشتغل كونسلتنج لشركات او لمصانع اكل في الاردن وبرا الاردن بس ما احب اعرف ايش هي وما بصير احكي لهم. اوكي يعني انت استشاري تذوق؟ نعم نعم اردن وبقربوا برا الاردن في يعني هون شركتين بشتغل معهم بس خفيف تمام وبس وبعمل ريسيبيز وبعمل هاي بس. طب اسالك سؤال شو المميز اللي فيك اللي تخلي شركه تختارك بانك تكون انت كونسلتنت عندهم يعني مستشار عندهم بالاكل؟ شو الموهبه اللي عند قصي الخلفات مش موجوده عند غيره؟ هاي هم قرروها مش انا. هم قرروها يس. ليه قرروها بناء على شو؟ بناسبهم بناسب عارفين شو بفكر عارفين يمكن عملهم اشي يناسب الناس. والله صمدنا فيها كثير. هاي اجاك عروض تطلع تقدم برامج تلفزيونية للطبخ؟ يس. ليه رفضت؟ لا ما رفضت ولا. بس كان في موافقات كان صعب شوي فان شاء الله تأجرت لقدام شوي كمان. يعني ما عندك مشاكل تطلع على قناة تلفزيونية؟ لا طبعا اكيد. طيب طلعت على قناه طلعت على قناتين يعني اوكي والحمد لله امور تمام الحمد لله. هلا شهوان الموسم الجديد حيكون قوي حكيت لي كثير حيكون على الفيسبوك كثير حيكون قوي كثير حيكون قوي كثير قوي تمام. طيب في سؤال كثير ناس بيقولوا عنك انك انت فعلا طفل وبتتصرف تصرفات مش مناسبه لعمرك. صحيح. او انك يعني في بعض تصرفاتك سخيفه او طفوليه. صحيح صحيح. ليش ما فيش يا اخي بارت جدي بحياتك؟ ما في اي بارت جدي بحياتك؟ في اشياء بتصير مع الواحد مثلا خلاص طبيعته هيك. انا مثلا عندي شغله مثلا مواقف بتتطلب جديه قد ما تكون مثلا شخص تمزح العب فبتحس انه لازم تكون جدي لحد ما تمسك حالك. انا هاي شغلات مش دائما بتقنها صراحه. طيب. انت كتوم؟ يس كثير كتوم كثير بالاشياء بتصير معك بقصصك ولا كتوم للغيظ او العصبيه؟ العصبية يعني إلى حد ما بحاول أدرب حالي فيها مثل أنا مش عصبي يعني. طيب آخر مرة عصبت جد من كل قلبك شو سويت؟ آخر مرة عصبت آخر مرة عصبت شو سويت؟ لا يعني مش تكسير ولا إشي بس كان يعني فراق مشكلة. طيب. يعني عائلية. طيب أوكي 100% طيب بمقابلة لا هاي حكيناها معلم. طيب وسألنا هذا السؤال أكثر انتقاد دايقك وصلك على برنامج شهوني؟ صراحة بس تطلع أنت على ناس وعم تشوفك الحلقة عم توصل أكثر مليون شخص فتتوقع تلاقي كثير انتقادات تمام بس بتضايق لما حدا يحول موضوع أكل وطبخه لمواضيع تروح عنصرية مثلا. اوكي فجأة تروح القصة لجهة معينة. انا كل اللي نحكي فيه اكله بالضبط. انت كل اللي بتعمله اكله فيش داعي ندخل باشياء بالضبط. تمام والله مصمد هياك مع اليوم ما شاء الله عليك. لا انا قديم بطولة المدارس باخذها 27/8 النتيجة عشان تكون بالصورة انت يعني هذا عشان تكون 100%. طب لوين بتطمح توصل قصي؟ بطمح اوصل يعني خلينا نحكي بتحب تكون شيف عربي عالمي ولا بدك تبعد عن انك تكون شيف؟ انا بحب موضوع طلع اضل في قطاع الاكل تمام بالطريقه اللي انا بشوفها مناسبه لي يعني طبعا. في ناس مثلا ممكن امهر شيف في العالم تمام بس ما بطبخ يطلع على الشاشه
او ما بينفع مثلا يطلع ممكن يعمل اكل منيح. فانا حاب اعمل بحب دائما اروح على شو اكل بعمل شو اكل عشان بتجو... تطلع خفه دمك ونحفاتك وكذا. بتحس حالك بتلبق تكون شيف تعمل برنامج جدي للطبخ او لا. تكون جدي نوعا ما لا لا ما بزبط. لا جربت مع قناه معين يعني وحكيت له ما بزبط وطلع وضلت اضحك وما زبط ما زبط لا ما زبط هو ما زبط لانه بس عم بفهم شو فيه ممكن نعمل شيء جدي. طيب شو نعمل شيء جدي حلو تمام. بس تمام. شو اكثر شيء بتخاف منه بالمستقبل؟ بخاف من شيء بالمستقبل. غريب السؤال ما بعرف لهالدرجه يا اخي. فيش بالك فاضي بتفكرش اشياء بتخوفك لمستقبلك والله لا يعني صراحه مع مش فاكر اهم شيء. ليه لحد هسه رافض موضوع انك تتزوج او تخطب؟ موضوع الزواج العب. هو شراكة خلينا نحكي فمش لاقي حدا أشاركه وانت يعني بس هاي الفكرة. بس بحس أنا صاحبك على المستوى الشخصي كإنسان كاره لموضوع الزواج أو رافض لموضوع الزواج. خلينا نكون صريحين طلع رافضه بالمعايير الموجودة عندنا هنا اللي هو أنت ما تتجوز شخص معين يعني البنت نفسها لا أنت عم تتجوز عيلة وعيهم بتجوز عيلتي فبصير في انا قاعد بشارك عائلة كامل فانا بضطر اني اكون اتكيف مع عائلة كامل جديد مش مع شخص واحد جديد وهون بتصير المشاكل. امن علي مع شخص معين لحاله بالنا امرنا تمام. اشوفك بيوم من الايام متزوج عندك اولاد ان شاء الله اكيد مع يعني ك ك ك كجذر الفكره او الفكره اكيد لا لازم رافضها انت. لا اكيد بس بحس كم كمان كم صار عمرك 33 لسه انا صغير على الزواج. انت بتعتبر حالك 33 صغير على الزواج؟ 33 صغيره صغير. متى ناوي تتزوج على 40 مثلا؟ ممكن كمان سنتين ثلاث ممكن. اسمع كل شغله مش كمان موضوع الهاي بتيجي هيك ممكن تلاقي شخص مثلا جد انا ممكن اعيش معه. مريت بتجربه حب؟ طبعا. كنت مبسوط فيها ولا مش طبعا كنت مبسوط فيها بس الامور ما كملت بنفس اللي حكيت لك اياه. بيكون الموضوع بدك تقنع عيلة في عيلة مش شخص بشخص عم يقتنع ببعض. متى قصي الخلفات بكون جدي؟ دائما بنشوفك تمزح وتضحك، متى جد بتكون جدي؟ غير هلا هاي التحدي اللي عملتيه. انا جدي؟ لما اكون نايم. جد متى بتكون جدي؟ والله متى تتعامل مع الامور بجدية؟ طب احكي لك شغلة. يا اخي في عليك كثير انتقادات انه انت حتى بالمواقف الجدية اللي بدها جدية بضلك تمزح. طب احكي لك شغلة انا لما اصحى الصبح، بوقف على المرة بعمل زي هيك. انا مع حالي تمام والله بحكي مع حالي بقول صباح الخير بروح ما بعرف يعني بشكل عام. لا طلع هسه في مواقف بكون فيها جديه يمكن بالشغل تمام اكون فيها جدي بس بضل مخلوط فيها شويه مزح مش بايدي الموضوع يعني مش بايدك الموضوع مش بايدي خلاص بحس انه لازم يعني ها تحكي تعلق زيت كان بحب اعلق سيدي اشكرك يعطيك العافيه تقدر تحط مضربك يا زلمة يا زلمة 43 15 قصي طب منيح كثير شاطر ما شاء الله تفضل. هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.